الضايع او بالتحديد بعد ما سجل نادي الكرامه هدف التعادل في الدقيقه رقم 81 من المحاوله في الجهه اليمنى التقدم الكره عرضيه في منطقه الجزاء باسورد اسماعيل العجمي يفك شفره الكرماويه ويصل بالكويتي الى منصه التتويج بنكهه الحلوى العمانيه بنكهه الحلوى العمانيه اسماعيل العجمي باسورد الكويت باسورد الكويت بطلا لكاس الاتحاد يا كرة القدم يا جنون كرة القدم يا متعة كرة القدم يا الحماد الليث يكسر عن الأنياب فلا تظنن بأنه يبتسم شوف الكرة الماضية في الشباك وحال الطرد حال الطرد يا في مباراة يا في متعة يا في إثارة يا في انفوار يا في جنون يا في جنون براسه وتسلم راسه براسه وتسلم راسه ينحت رأسه في الكويت تمثال ينصب للعجمي تمثال ينصب للعجمي الكرة الماضية فجرت الفرح في المدرجات فجرت الفرح في كل الكويت أطلقت صافرات الحزن في سوريا شوف النهاية شوف الكرة الماضية شوف التمركز غاب عن المباراة ولكنه فعلا لا يظهر إلا في